أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العربية العراقية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئة. ميليشيا العصائب ترتكب مجزرة في ميسان، وارتفاع ضحايا التظاهرات إلى نحو 1000 في بغداد والمحافظات. في موقع عربي 21، اعتصام مفتوح في بغداد بعد ليلة دامية وتحذير أمني. وفي القدس العربي، أكثر من 40 قتيلا باحتجاجات دامية في العراق. في البصائر، أسلحة محظورة تستخدمها حكومة بغداد ضد المتظاهرين. وفي موقع الكتابات، مطالبات بالتدخل الدولي لحماية العراقيين من ميليشيا إيران المسلحة وذروعها في الحكومة. في العربي الجديد، تظاهرات العراق، العنف الجواب الوحيد لدى السلطة. وعنونت الشرق الأوسط، قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق وإحراق مقر حكومية وحشدية وحزبية. شهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق أمس موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الحالي، ويتوقع استمرارها وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة حتى الاستجابة لمطالب المحتجين المتمثلة بإسقاط العملية السياسية وتكوين حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات عادلة برعاية المجتمع الدولي، كما يؤكد ذلك طيف واسع من المتظاهرين. فلنتابع مشاهدينا الكرام تقريرا لصحيفة الشرق الأوسط رصد تظاهرات انتفاضة تشرين. اللائحة الجديدة من المطالبات التي أضيف لها مطلب آخر يتعلق بتحقيق كرامة البلاد الوطنية ورفض التدخلات الخارجية. سبقتها مجموعة من المطالب المتعلقة بمحاكمة الفاسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين. ولم تنفع الخطبة الطويلة التي ألقاها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليلة أمس، وقدم فيها حزمة جديدة من الإصلاحات في إقناع المواطنين الغاضبين في عدم المشاركة في المظاهرات بكثافة، مثلما لم ينفع خطاب مرجعية النجف القصير في ذلك. كذلك لم تحل الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس في بغداد وبقية المحافظات دون خروج المتظاهرين، ومثل ما حدث في مظاهرات مطلع أكتوبر تشرين الأول الحالي من عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن ومكافحة الشغب التي استخدمت الرصاص المطاطية والحي والقنابل المسيلة للدموع. حدث أمر مماثل في مظاهرات أمس، وراح ضحيته من جديد عشرات القتلى والجرحى رغم البيانات الحكومية التي تعهدت بعدم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قواتها الأمنية، ومنعت السلطات المحطات والقنوات الفضائية من البث المباشر في ساحات المظاهرات ومناطق تجمعات المحتجين في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، وسجلت 3 اعتداءات دامية بحق صحفيين. وأضاف تقرير صحيفة الشرق الأوسط، تجمع لآلاف المتظاهرين في الساحات العامة ومقار الإدارات الحكومية والحزبية في محافظات بابل وذي قار والنجف والمثنى وميسان والبصرة وواسطة وكربلاء، وقد رددوا شعارات الإصلاح وإسقاط النظام. بعد يوم من إلقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون خطابا لا يقدم فيه للمحتجين اللبنانيين بمئات الآلاف أي شيء ذي معنى، ظهر حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني ليرفع سقف الرفض لاستقالة الرئيس أو الحكومة أو الانتخابات المبكرة أو بإسقاط النظام الطائفي. كذاك فعل حكام العراق، خطابات ووعود فارغة. هذا ما جاء في افتتاحية لصحيفة القدس العربي. في اليوم نفسه لخطاب نصر الله، ألقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابا وعد فيه، كما لمح عون بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة كما وعد،
كما فعل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الورقة الإصلاحية التي اقترحها تقليص رواتب المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء العامين، إضافة إلى وعود أخرى من وزن الريشة يعود كزملائه في لبنان لاستخدام المسطرة الحقيقية، فيدافع عن لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة ويرفض إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها مغامرة، ويعتبر استقالة الحكومة ذهاباً نحو الفوضى ومعاداة للإصلاح، ويحمل الحكومات السابقة مسؤولية الديون الكبيرة التي يحملها العراق، ويرفض قيام تظاهرات من دون موافقة وزارة الداخلية إلى آخره. بعد وقت قصير من إلقاء عبد المهدي خطابه المذكور والذي وعد فيه بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين وعدم ملاحقة وسائل الإعلام والاعتراف بخطأ زج القوات المسلحة، كانت آلة القتل تعاود حصد المتظاهرين حيث وقع أكثر من 1000 جريح وما زال رقم القتلى غير معروف، وهو ما يعني أن الخطاب كان ستاراً دخانياً وأن المقدمة الافتتاحية عن ضمان الحريات والأمن وفرص العمل والاعتراف بأزمة النظام كانت كلمة السر لخلية الأزمة التي انكشف سرها مؤخراً للاستمرار بقتل الحريات والحفاظ على نظام البطش والاستهزاء بالشعب العراقي. يجمع بين الخطابات الرسمية في العراق ولبنان الوعود المعسولة مع رفض التغيير الحقيقي، ومقابل محاولات التقسيم والتجزئة والتهميش التي تمارس ضد المحتجين، فإن الجمهور في لبنان والعراق يقوم بالتمسك براية وطنه ويعيد نسيج السردية الوطنية التي ضربتها الأحزاب الطائفية، ولا يتردد من أجل ذلك في مواجهة الموت. هل قالت الميليشيات الإيرانية كلمتها الأخيرة في المنطقة؟ كان يمكن الإجابة بنعم عن هذا السؤال لولا العراق ولبنان. من حسن الحظ أن هناك في البلدين من لا يزال يقاوم. هذا مقال للكاتب خير الله في صحيفة العرب اللندنية. لا أمل بأي مستقبل أفضل لأي بلد تحكمه ميليشيا أو ميليشيات مذهبية. هذا ينطبق على لبنان وعلى العراق وعلى قسم من اليمن وإلى حد كبير على سوريا. عاجلاً أم آجلاً سيعود العراقيون إلى الشارع بعد قمع التحرك الشعبي الأخير على يد ميليشيات الحشد الشعبي التي ليس سوى الأداة الفاعلة لإيران في العراق. ليس ما يشير إلى أن الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي ستكون قادرة على الإفلات من المحاسبة على ما اقترفته الميليشيات المذهبية من جرائم في أثناء التحرك الشعبي الأخير الذي سقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى. لا يذكر قمع هذا التحرك سوى بقمع الثورة الخضراء في إيران في العام 2009 في ظل تواطؤ أمريكي معيب في عهد باراك أوباما. ليس سراً أن الجميع في مأزق في لبنان، لكن أهمية الثورة الشعبية التي يشهدها الوطن الصغير تكمن في وجود وعي لدى كل الطوائف اللبنانية لواقع يتمثل في رفض هيمنة حزب الله على الحكومة. أما العراق فيبدو أن مستقبل المنطقة سيرسم من خلاله. منه بدأ الزلزال في عام 2003، ومنه تبين أن الشيعة العرب بحسب تعبير الكاتب من أبناء البلد ليسوا على استعداد للرضوخ نهائياً للاحتلال الإيراني، وذلك بغض النظر عن السياسة الأمريكية المتقلبة والمتذبذبة لشخص كدونالد ترامب. منذ أكثر من أسبوعين وحتى الآن والشارع العراقي يغلي غلياناً متنامياً لدرجة لا يمكن تصور درجات انفجاره التي بدأت مع تظاهرات الجمعة الحاشدة في غالبية مدن العراق. التعامل الحكومي مع غضب الجماهير كان انتقامياً ومخجلاً، وقد تحدث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن قتل المتظاهرين بقوله لقد طبقنا قواعد الاشتباك الصحيح. هذا ما جاء في مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21.
اللجنة أعلنت نتائجها الهزيلة يوم الثلاثاء الماضي وليتها لم تتكلم، وتركت الملف مع مئات ملفات التحقيق السابقة التي شكلت في حوادث مشابهة من حيث النهايات المأساوية. اللجنة لم تتطرق للقوى الإرهابية التي قتلت المتظاهرين أو تلك التي أعطت الأوامر بإطلاق النار على المدنيين، وحاولت تبرئة حكومة المهدي بطرق غير قانونية وغير منطقية، ولم تذكر على الأقل أن رئيسها لم يقم بواجبه في حماية المواطنين. مخرجات لجنة التحقيق غير مقبولة، لا قانوناً ولا عقلاً ولا في أي فقرة من علوم المنطق والجريمة، ولذلك فهي لم تقنع أهالي القتلى بنتائجها، وكان تقريرها حقنة تحذيرية منتهية الصلاحية لخداع الناس وحماية الحكومة. أتصور أن الفشل الحكومي في استيعاب المظاهرات واستخدام القوة المميتة وعدم وضوح تقرير لجنة التحقيق وغياب القانون الرادع للمجرمين، جميع هذه العوامل دفعت بعض العشائر للتنديد بالحكومة والتهديد بأخذ ثأرها من القتلة الذين كما يبدو بأن غالبيتهم معروفون للأهالي. فلنتدارك العراق، فلنتدارك العراق قبل ساعة الصفر إذن، ولنسعى لبناء دولة المواطنة ليعم السلام وننعم بحياة حرة. فهل أنتم واعون لخطورة هذه المرحلة؟ أم أنكم تنظرون وتنتظرون الجلوس على التل ومراقبة خراب العراق؟ قال سولوم أندرسون الصحفية والمؤلفة المقيمة في بيروت ونيويورك، قالت إن العديد من مقاتلي حزب الله في لبنان قد بدأوا انتقاد زعيم الحزب حسن نصر الله الذي يحظى باحترام أتباعه، وأعربوا عن دعمهم الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت أندرسون إنها تحدثت مع قائد كتيبة دبابات في حزب الله عبر الهاتف، وأشارت إلى أنها لم تكن تسمع في السابق سوى التعبير عن الولاء للحزب الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ولكنه يضم حزباً سياسياً يحتل أكثر من نصف مقاعد مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية إلى جانب الأطراف المتحالفة معه، ولذلك شعرت بصدمة كبيرة عندما انتقد هذا القائد زعيم الحزب بكل وضوح. وأضافت أندرسون في تقرير نشرته شبكة NBC نيوز على موقعها الإخباري أن قائد الكتيبة أخبرها شريطة عدم الكشف عن اسمه أنه يؤيد حركة الاحتجاجات لأنه يشعر بالاشمئزاز من الحياة هنا. وادعت المراسلة أن قائد الكتيبة أخبرها أيضاً بأن العديد من أتباع حزب الله قد انضموا بالفعل إلى المظاهرات، وقال: كل وزرائنا فاسدون، قيادة حزب الله في فوضى، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون الآن. وقال سولوم وهي من أصول اللبنانية إنها تأثرت برؤية الكثير من الناس وهم يعارضون الحكومة، وأشارت إلى أن صور المتظاهرين الذين يرقصون مع علامات من روح الدعابة ضد النخب السياسية كانت رائعة ولم تكن متخيلة في مجتمع يسقط على الأرض بسبب الصراع والركود السياسي. وأوضحت أندرسون مؤلفة كتاب الابنة الرهينة أن حزب الله تمكن من تخطي العواصف في 30 عاماً الماضية، بدءاً من الغزو الصهيوني في عام 2006 إلى اضطرابات الحرب السورية، لكنه لم يواجه مثل هذه المشاعر الداخلية القوية ضده كما يحدث الآن. وهناك شيء واحد مؤكد من وجهة نظر محلية، وهي القيادة الآن تشعر بالخوف لأنها تواجه أكبر أزمة وجودية واجهتها منذ وقت طويل. وفقاً لرأي الكاتب دوغلاس ماكنونون في مقال نشره موقع دهيل القريب من الكونغرس، فإن الخطاب المتصاعد اليوم فيما يتعلق بسوريا وهونغ كونغ لديه القدرة على تحويل نزاعات عالية الخطورة إلى قنابل موقوتة من شأنها تفجير مواجهات يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم.
لماذا نرى الكثير من الناس على استعداد للمخاطرة في بدء الحرب العالمية الثالثة؟ وبالنسبة إلى سوريا، دخل الروس إلى المنطقة بشكل عميق، وفي وقت قريب سيسارعون لرسم خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. وفي هونغ كونغ سترسم الحكومة الاستبدادية للصين خطوطها الحمراء بالدم، وهذه ليست لعبة، فروسيا والصين أنظمة ديكتاتورية لا ترحم، وهناك احتمال أن تصل إلى نقطة لا يمكن التفاوض أو الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة. وإذا تم دفعهم للزاوية فإنهم سيندفعون في هجوم شرس لحماية ما لا يمكن أن يخسروه. ويقول الكاتب إن الصراعات والحروب في الشرق الأوسط عبارة عن حفر بلا نهاية من الرمال المتحركة التي امتصت الحياة، ويتابع: هناك شر في العالم، ولكن يجب مواجهة الأشخاص الذين يرعون هذا الشر بأي ثمن، ولكن يجب أن نكون على حذر. الاستنتاج الذي خرج به المقال هو لمواجهة الشر بطريقة حكيمة لا تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، يجب معرفة الاختلافات وسياسات التشريع التي تتناسب مع الجريمة أو التهديد، ويمكن أن تكون سوريا أو هونغ كونغ من المقدمات المرعبة التي لا يمكن تصورها لأحداث في المستقبل. يجب أن يدرك القادة هذه الحقيقة ويتصرف وفقا لذلك. توصل باحثون إلى الكشف عن التاريخ الجيولوجي لأحد أكبر الكهوف البلورية في العالم، يوجد داخل منجم قديم في إسبانيا، والظروف التي أدت إلى تكونه قبل مئات الآلاف من السنين. وقد اكتشف هذا الكهف البلوري العملاق ويسمى جود في عام 1999 قرب مدينة بولبي جنوب شرقي إسبانيا. ويعتقد العلماء أنه واحد من أكبر هذه التكوينات في العالم، وتكسو جدرانه بلورات ضخمة شفافة تشبه كتل الجليد. على الرغم من اكتشاف كثير من الكهوف البلورية المذهلة في أنحاء مختلفة حول العالم، وأبرزها كهف نايكا الشهير في المكسيك، فإن كيفية تشكل هذه التكوينات الرائعة ظلت مصدر حيرة للعلماء. ويقول الجيولوجي خبير علم البلورات في جامعة غرناطة خوان مانويل غارسيا المؤلف الرئيس للدراسة الجديدة، قال إن الكشف عن كيفية تشكله مهمة صعبة جدا، لأنه على عكس نايكا الذي لا زال النظام المائي والحراري نشيطا في داخله، فإن جود بولبي العملاق هو بيئة متحجرة. قبل الختام مشاهدينا الكرام، هذه مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد، في رعاية الله.